ليه وعبد المنعم الحاج. يا عيني ربنا نسمع يخيره. مجدي هيقول ايه لو اتكلمت على كابتن عبد المنعم الحاج. كابتن عبد المنعم الحاج الحقيقه من احد الركائز الاساسيه في اللي فيه المقاولين العرب دلوقتي، يعني هو كان اول مدرب لينا في نادي المقاولين. ومن احد الذكريات الجميله دي اللي انا عايز اذكرها بس، ان اول مباراه لينا رسميه للمقاولين واحنا في الدرجه الثالثه كانت في مركز شباب الجزيره، طبعا ده كان ملعبنا، وكانت تقريبا امام نادي القناطر. والمباراه دي كابتن عبد المنعم عمل لنا المحاضره جوه الجامع بتاع مركز شباب الجزيره، جاب طوب وكازوز كده وشرح لنا ازاي هنلعب وكده. وبعد ما شرح قلت له يا كابتن في فاول كنت بعمله انا وزمزم في نادي الميه وبنجيب منه جوان وكده، فقال لو جه فاول من المكان دون مجدي هيعمله كده. وفعلا طلعنا كسبين 1-0 بالفاول ده، جه فاول من عند نص الملعب كده عملته زمزم وجابوا جون وكسبنا الماتش ده. فالحقيقه كابتن عبد المنعم صاحب فضل كبير عليا وعلى الجيل بتاعي كله وعلى نادي المقاولين العرب عموما. يعني الحقيقه كان الكابتن عبد المنعم يعني من المدربين القليلين قوي اللي انا اتمرنت معاهم، اللي هو ينزلك الماتش وانت جاهز من كل حاجه، نفسيا وبدنيا وذهنيا وخططيا. يعني الميزه دي مش متوفره في ناس كتيره، الحقيقه كانت متوفره في الكابتن عبد المنعم. فالكابتن عبد المنعم كان قدوه بالنسبه لنا، وانا كان نصحه ليا كتير، يمكن انا كنت بلعب في مكانه فكان دايما ينصحني كتير، وكان دائما ياخدنا نعمل فاولات الواحد، عشان انا كنت بشوط فاولات كويس، فكان دايما بعد التمرين ياخدنا نعمل فاولات على الجون وكده. ومن احد الفاولات دي تقريبا كان مباراه الكروم نهائي الصعود بقى بتاع المقاولين واحنا في الدرجه الاولى، الصعود للممتاز، ولعبنا الكروم في اسكندريه وكسبناهم 3، ومن الثلاث اجوان دول انا جبت منهم جونين فاولين. فكابتن عبد المنعم الحقيقه صاحب فضل كبير على كل الجيل بتاعي. الكابتن عبد المنعم الحاج طبعا صعد النادي من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه للاولى للدوري الممتاز، وحتى ما طلعنا الدوري الممتاز طبعا كنا اغلبنا ما عندوش خبرات الدوري الممتاز ده، بس هو الحقيقه وصلنا ان احنا يعني الدوري الممتاز ده حاجه عاديه وممكن يعني ان شاء الله هتعملوا نتائج كويسه، وادانا ثقه في نفسنا الحقيقه. فلعبنا السنه الاولانيه في الدوري الممتاز طلعنا الرابع على الدوري، حتى في السنه دي في الدوري الاولاني تعادلنا مع النادي الاهلي وكسبنا الزمالك 3-1، وطلعنا الرابع في السنه الاولانيه في الدوري الممتاز ده مع الكابتن عبد المنعم. فهو الحقيقه يعني كان يعني هو استحق ان هو يكون مدرب العرب، كان اول مدرب مصري يدرب منتخب العرب وكده. فكابتن عبد المنعم يعني انا شهدت فيه مجروحه، هو بالنسبه لي مش عايز اكبره شويه، هو اخ كبير، مش عايز اقول اب، انما هو اخ كبير بالنسبه لي، وهو كان قدوتي في الحياه، نصحني كتير، ونصايحه دي انا حسيت بيها لما كبرت يعني. فربنا يبارك فيه ويديله الصحه يا رب. شاكرين يا مجدي. هتقول ايه لمجدي؟ اقول له بالشكل يا مجدي على الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده.